Hello, my dear students. This is Mr. Amr speaking, and this is going to be Unit 1, Lesson 3, the polynomial function, Part 1. Lesson النهاردة يا أولاد طويل شوية، وهقول إن Part 1 ده يعتبر أسهل بكتير من Part 2. Part 2 مش صعب، ولكن فيه أفكار رخمة، يعني لو حد بيغلس بيغلس، إنما هو كفكرة عامة بسيطة جدا، إنما فيه أفكار. تعالوا كده نتكلم النهاردة على البولينوميال فانكشن. تعالوا كده نمسكها واحدة واحدة. بص يا ولاد، احنا اخدنا في الليسون اللي فات امتى اقول على الحاجة انها فانكشن او لا. لو انا مثلا عندي ريليشن فانكشن اسمها f، الدومين بتاعها x والرينج بتاعها y، دي بنقراها ازاي؟ بنقول function as x maps y. ال x هي ال input وال y هي ال output. بدل المنظر ده الناس قررت نكتبها ازاي؟ نكتبها f of x. f of x دي هي ال y، يعني حط ال x برقم يطلع لك ال y. يبقى تاني، اول ما يقول لي كلمة f of x شيل كلمة f of x على بعض وحط مكانها y. يعني مثلا لو قال لي f of x is equal to x plus 3، بدل كلمة f of x عشان سهل على نفسك معناها y equal to x plus 3، وراح دماغك. ماشي كده، ده مبدئيا أول حاجة. طيب إيه يا مستر عنوان الدرس؟ البولينوميال فانكشن. يعني إيه أساسا بولينوميال؟ كلمة بولي بولينوميال. كلمة بولي يا ولاد، الكلمة نفسها means many، كتير، دي معناها many، ونوميال means term، فمعناها على بعض many terms. function ليها كذا term. يعني مثلا حطها كده في دماغك، اي حاجة فيها كذا term جنب بعض اقدر اقول عليها polynomial. يعني مثلا لو قلت f of x اللي هي ال y equal x power 2 plus 3 x plus 4، دي polynomial. لو قلت f of x حتى لو ترم واحد equal 4 ما فيهاش x، polynomial. لو قلت f of x is equal مثلا خلينا نقول يا سيدي x power 3 plus 4 x power 7 plus 3 x، كل ده polynomial. امتى الحاجة تبقى مش polynomial؟ تبقى مش polynomial لو فيها ال x نفسها تحت الروت، او لو ال x نفسها في الدينومينيتور. بمعنى ايه يا مستر؟ يعني مثلا لو قلت لحضرتك 2 root x plus 4، ده مثلا دي ال f of x، دي مش polynomial، دي مش polynomial function. طب لو قلت لحضرتك مثلا خلي بالك root 2 x plus 3، دي polynomial. ليه؟ لان الروت على الx، الروت على ال 2 مش على الx. انا قلت لو الروت على الx تبقى not polynomial. ساعات بيجي لي في التشوز يقول لي انهي واحده polynomial وانهي واحده مش polynomial. طيب ده بالنسبه للروت. امتى تاني تبقى مش بولينوميال؟ لو في الاكس في الديرومينيتور. يعني مثلا لو قلت اكس بلس 1 اوفر اكس بلس 4، دي الاف اوف اكس بتاعتي، دي مش بولينوميال فانكشن. ماشي كده يا ولاد. طيب نفس الكلام لو قال لي اكس باور 2 بلس اكس باور نيجاتيف 2، خلي بالك اكس باور نيجاتيف 2 دي معناها 1 اوفر اكس باور 2، فبرضه دي مش بولينوميال. ماشي كده، دي كل الصور اللي ممكن يعرفك اذا كانت الفانكشن امتى تبقى مش بولينوميال. طيب وانس ان انا عرفت خلاص ان عندي فانكشن، وليكن مثلا حاجه عامله زي كده f of x is equal x power 2 plus 3x plus 4، لازم نعرف حاجه اسمها الديجري. ايه الديجري دي يا اولاد؟ الديجري دي بكل بساطه هي اعلى باور للاكس كام، او اعلى باور للانون. هنا اعلى باور كام في البولينوميال كلها؟ ال2، يبقى دي سكند ديجري. طب لو جالي حاجه زي كده f of x is equal x power 4 plus 3 x power 3 plus 2 x minus 4، دي الديجري بتاعتها ايه؟ دي فورث ديجري. ماشي كده يا ولاد. طيب افرض بقى اضحك على الناس شويه، لو انا قلت f of x is equal x فتحت براكت x power 2 plus 3 x plus 4، الديجري هنا ايه؟ واحد يقول لي اكس باور 2، اقول له لا غلط. ليه؟ بص كده يا استاذ، عشان المفروض بعمل كود ده تايمز ده وده تايمز ده وده تايمز ده. اعلى باور للاكس الاكس باور 1 تايمز اكس باور 2 تبقى اكس باور 3، بعدين بلس 3 اكس باور 2
بعدين plus 4x دي third degree. ماشي، انا على فكره مش لازم افكها كلها، اهم حاجه في x هنا باور 1 هتتعمل تايمز x باور 2 تبقى ثيرد ديجري، مش محتاجه اكملها اصلا. طب لو جالي حاجه زي كده f of x is equal x، بعدين قمت اعمل هنا x plus 4 all power 5، دي الديجري بتاعتها كام؟ اعلى حاجه من جوه البراكت ده تطلع لي x باور 5، تتعمل تايمز x باور 1 تبقى x باور 6، صح؟ يبقى ده يا مستر ال 6 ديجري. فهمنا كده يا اولاد، هي دي فكره الديجري بكل بساطه، ودي لازم نبقى عارفينها. طيب نيجي بقى للجزء الاخير خالص اللي عندنا. لو انا مثلا يا اولاد جيت بقى قلت لحضرتك، ودي المسائل بتجي لي كده، يجي يقول لي f of x الفانكشن بتاعتي عباره عن 2x plus 4 find f of 0 f of 1 f of 2 f of 3. ايه يا مستر العك ده؟ ما انا مش فاهم اي حاجه. بص يا سيدي، بكل بساطه مش دي اسمها f of x؟ انا بقول لك بدل شيل الاكس وحط مكانها 0، عايز اعرف f of 0. شيل كده الاكس وحط مكانها 0، f of 0 ايكوال ايه؟ تعالى شيل كده 2 تايمز 0 بدل الاكس حط مكانها 0، 2 تايمز 0 بلس 4 واحسبها. 2 تايمز 0 بلس 4، 2 تايمز 0 ب 0، 0 بلس 4 ب 4. ايه ده بس كده؟ بس كده. طب f of 1 جرب كده، تعالى احسبها لي. شيل الاكس وحط 1، يعني بدل 2x 2 تايمز 1 بلس 4 واحسب تطلع ب 6. طيب f of 2 شيل الاكس وحط مكانها 2 تبقى 2 تايمز 2 بلس 4. انا ماشي على الرول بتاعته. ماشي كده يا ولاد، 2 تايمز 2 ايكوال 4، 4 بلس 4 ايكوال 8. طب لو قال لي اخر حاجه عايزها f of 3 عباره عن ايه؟ 2 تايمز 3 بلس 4، يطلع الانسر بتاعي ب 10. اظن بسيط جدا، الموضوع سهل قوي. ساعات يجيبها لي as proof، يعني مثلا يجيب لي حاجه ويقول لي بروف ان الاف اوف 1 ايكوال الاف اوف مثلا اف اوف 2، احسب دي لوحدها واحسب دي لوحدها واطلع اشوف الاجابه هنا والاجابه هنا، بس كده. ماشي كده يا اولاد، ده كده كان بمنتهى البساطه الجزء الاولاني. نفتكر حاجه برضه افكركم بيها، ان يا اولاد لو انا عندي فانكشن جواها مثلا شويه الاليمنتس دي، دي فانكشن جواها مثلا الزيرو مع ال1 وال1 مع ال4 وال2 مع ال3 وال5 مع ال6، دي فانكشن. نفتكر ان الدومين هي الارقام الاولى، هي النمبرز بتاعه الاكس. ايه الدومين هنا؟ الدومين عباره عن الزيرو وال1 وال2 وال5. طب بالنسبه للرينج، الرينج يا اولاد هي الارقام الثانيه اللي هي ال1 وال4 وال3 وال6، ده برضو حاجه لازم نكون عارفينها. طبعا ده مش كل حاجه، بس مع الحل هنلاقي افكار كتير. تعالوا كده نبتدي نحل واحده واحده البوكلت بتاعكم معاكم، ويلا نبتدي كده مسائل البوكلت من الاول خالص. بصوا كده يا اولاد، اول حاجه خالص بيقول لي ايه الفانكشن اللي اسمها f of x equal x minus 5 all power 3 polynomial function. الديجري بتاعتها ايه؟ اعلى باور للاكس هيبقى كام؟ 3 third degree. طب هنا الفانكشن دي الديجري بتاعتها كام؟ خلي بالك الاكس باور 1 هتتعمل تايمز اكس باور 2 تبقى third degree. طبعا دي third يعني المفروض في r دي، يعني ثم دي second ودي first، بس يعني whatever. هنا the function f of x equal x power 4 minus 2 x power 3 ده polynomial function، الديجري بتاعتها كام؟ 4th degree. طب هنا الديجري بتاعتها كام؟ اعلى power ال x power 4 تبقى 4th degree، هنا اعلى power 7th degree. ماشي كده؟ تعالى بقى نخش على number 6. بيقول لي ال f of x equal x plus 3، عايز اعرف f of negative 2، شيل ال x وحط negative 2. تعالى كده نكتبها هنا، ال f of x equal x plus 3. انا عايز اعرف f of negative 2، شيل الاكس وحط negative 2، يبقى negative 2 plus 3، negative 2 plus 3 equal positive 1. خلاص على كده. طب هنا f of x equal 5x minus 7، بيقول لي عايز f of 3، شيل الاكس وحط 3، تبقى 5 times 3 minus 7، 5 times 3 equal 15، 15 minus 7 equal 8. ايش كده يا ولاد؟ اللي بعده بيقول لي ايه هنا؟ 5x minus 3، اديني الكلام ده، عايز يعرف ال f of 0، شيل ال x وحط 0، لو شلت 5 times 0 minus 3 تطلع من negative 3. ماشي كده، اظن بسيط قوي. هنا عايز يعرف f of 1 half، هو عامل 7 times half صح؟ minus half
7 times half خلي بالك دول times اللي هي 7 over 2 minus الهاف ماشي يطلع الكلام ده بكام دي 3.5 minus 0.5 تطلع ب 3 يعني او تحسبها بالكالكوليتر ما فيش مشكله خالص. بص هنا بيقول لي ايه عايز يعرف الاف اوف روت 2 هشيل الاكس واحط روت 2 بص زي ما هي هي المساله بتقول اف اوف اكس اكس بار 2 minus root 2x بص يا مستر ادي f of root 2 هشيل الـ x وحط مكانها root 2 يبقى root 2 خلي بالك power 2 x power 2 بقت root 2 power 2 minus root 2 بدل الـ x حط root 2 times root 2 root 2 power 2 اللي هي بكام اللي هي ب 2 minus root 2 times root 2 اللي هي ب 2 2 minus 2 ب 0 يجي اللي بعده يا ولاد عايز الـ f of 3 هبقى 3 power 2 minus 3 plus 3 ماشي كده نحسب الكلام ده اظن يطلع ب 9 على الكالكوليتر يعني. طيب تعالى كده اما نخش على المسائل بقى بص هنا بيقول لي ايه بيجيب لي مسائل زي دي ومعظمها بتبقى مسائل بروف جايب لي f of x equal to x minus 1 prove that f of 2 minus 3 f of 1 equal 0 بص يا سيدي في كل المسائل دي بمنتهى البساطه جيب لي الاول f of 2 على جنب ايه ال f of 2 2 times 2 minus 1 تطلع ب 3 تحضر لي كده على جنب ال f of 1 على جنب تطلع بكام بص كده شيل ال x وحط 1 2 times 1 minus 1 تطلع ب 1 بص انا كده جبت ال f of 2 وجبت ال f of 1 ايه بقى اللي حضرتك عايزه بص بقى يا مستر كده نقوم قايلين هو عايز يعرف لو مسكت اقول له therefore f of 2 minus 3 f of 1 بص كده يطلع بكام بقى f of 2 انا لسه مطلعها بكام ب 3 minus 3 times ال f of 1 انا لسه مطلع ال f of 1 بكام؟ ب 1 3 minus 3 times 1 طلع بكام؟ ب 0 صح؟ وهو كان عايز يبروف ده ماشي كده يا ولاد؟ نيجي اللي بعده بص كده تعالى اما نشوف هنا بيقول لي بروف ذات ان ال f of 2 equal f of half تعالى كده نحسب الاول ال f of 2 equal شيل ال x وحط 2 تبقى 2 times 2 power 2 minus 5 بدل الاكس احط 2 5 times 2 plus 2 واحسب لي كده الكلام ده ده 4 4 times 2 8 10 minus 10 تطلع ب 0 طب احسب لي كده الاف اوف هاف 2 بدل الاكس باور 2 احط هاف باور 2 minus 5 بدل الاكس احط مكانها قلنا هاف plus 2 نحسبها تطلع بكام ب 0 ايه ده مستر ده بزيرو ده بزيرو يبقى خلاص يبقى therefore افهم من كده ان ال f of 2 equal ال f of half اظن بسيط جدا نيجي للي بعده لو جاب لي حاجه زي كده يا ولاد ايه ده احنا لسه حالين دي اه لسه حلينا 2x plus لا دي لسه حلينا ولا ما كانتش هي اظن كانت هي مش دي زي اول question خالص اه هي دي اهي 2x minus 1 اه 2x minus 1 طيب تعالى نخش على number 4 بص يا ولاد عايز ايه؟ طالب مني كذا حاجه، اول حاجه طالب ال f of negative 2 وعايز ال f of 0 وعايز ال f of 1 طب تعالى نحسب كده ال f of negative 2 شيل ال x وحط negative 2 تبقى negative 2 power 2 minus negative 2 plus 3 خلي بالك انا دايما بحط بدل ال x بحطها between brackets صغنون كده عشان ما اتلخبطش يطلع بكام الكلام ده؟ يطلع ب 4 ماينس وماينس تقلبها لي بلس بلس 2 بلس 3 يطلع الكلام ده ب 9 طيب f of 0 شيل كده الاكس وحط 0 0 باور 2 ماينس 0 بلس 3 تطلع ب 3 f of 1 1 باور 2 ماينس 1 بلس 3 تطلع برضه ب 3 ماشي كده يا ولاد اظن بسيط جدا تعالوا كده نخش على اللي بعده بص بقى بيقول لي ايه هنا ده كلهم على فكره يعتبر سؤال واحد معلش هي جايه كده بس في البوكت هو بيقول لي which of the following function represents a polynomial function قلنا عشان تبقى polynomial لازم ما ينفعش الاكس تبقى فيها روت ولا الاكس نفسها تبقى في الدينومينيتور هنا الاكس في الدينومينيتور يبقى دي ما تنفعش دي مش polynomial طب هنا دي فيها روت ما تنفعش يبقى هي دي اللي تنفع عشان كلها كده سطر واحد ماشي يا اولاد نيجي اللي بعده بص كده معايا يا سيدي نمبر 9 اظن كانت برضو متكرره 8 و 9 فانا هخش على طول على 10 الاكس مديهاني مديني الارقام بتاع الاكس بص بقى هنا بيقول لي ايه الاف اوف 3 ب 3 الاف اوف 4 ب 5 الاف اوف 5 ب 5 الاف اوف 6
بفايف. ايه مستر الكلام ده؟ بص يا استاذ، مش احنا يا اولاد قلنا ان كلمه اف اوف اكس دي معناها واي؟ ايه الاكس ده؟ ده الانبوت، لما بدخله بيطلع لي اوتبوت، يعني ده الدومين بيطلع لي الرينج اللي جواها، اللي جوه البراكت الصغنون ده اف اوف حاجه، ده الاكس، يعني ده كده 3 صح؟ دي لو عايز اكتب الريليشن او الفانكشن بتاعتي، بص كده 3 مع 3 اللي جوه ده الاكس، يبقى 4 مع ال5 كاني بالظبط الدرس اللي قبله. هنا بص ال5 مع ال5 وال6 مع ال5، دي معناها زي ما قلنا ده الانبوت او الدومين وده الاوتبوت وهو الرينج. دي الاف بتاعتي. اول حاجه بيقول لي ريبريزنت اف باي ان ارو دايجرام، اديني عملتها اهو. تعال نعمل ارو دايجرام. ادي مثلا احط ارقام هنا، سوري اخليها مثلا ايه كده، ماشي. تعالى نكتب الارقام بتاعتي. قلنا الاكس جواها 3 و4 و5 و6. ايه بقى الارقام اللي طلعت لي؟ خلي بالك في الرينج ما عنديش غير 3 و5، في حاجة تاني؟ مفيش حاجة تاني. لا ده قال لي is a function on x، يبقى اكتبها كلها 3 و4 و5 و6، x و x يعني. تعالى بقى نشوف هنوصل ايه ببعض. بص كده يا سيدي ايه اللي احنا هنوصله مع بعض؟ ال 3 مع ال 3، حتى تعالى نعملها بلون مختلف كده، ال 3 مع ال 3. وبعدين يا ولاد نقوم موصلين ايه تاني؟ ال 4 مع ال 5 وال 5 مع ال 5 وال 6 مع ال 5. طبعا واضح ان هي function لان كل واحده خارج منها ار واحد. تاني حاجه طالبها مني بيقول لي رايت ذا سيت اوف اف، اديني كتبت السيت اوف اف اهي ده هنا حتى من الاول. منشن الرينج، ايه الرينج هنا؟ ال3 وال5 بس كده، يبقى الرينج عباره عن ال3 وال5 وشكرا على كده. ماشي يا اولاد نيجي اللي بعده. بص هنا برضو نفس الفكره بس المره دي مديني الفانكشن جاهزه. بيقول لي رايت ذا دومين، الدومين هو ايه يا ولاد؟ اللي هي الارقام الاولانيه صح؟ الدومين عباره عن ايه؟ نفتح بريسرز كده الارقام الاولى الزيرو وال1 وال2 وال3. طب الرينج ايه الرينج يا ولاد؟ الارقام اللي هي الثانيه ال4 وال3 وال2 وال1، ال4 وال3 وال2 وال1. بص بقى بيقول لي ايه هنا؟ رايت ذا رول اوف ذا فانكشن، ايه الرول بتاع الفانكشن؟ ايه العلاقه ما بين الاكس والواي؟ هل مثلا على طول ازيد منها 4؟ لا المره دي هنا ازيد منها 4، هنا ازيد منها ب 3، هنا ب 2 سوري، هنا انا مش عارف. لا انما جرب كده اعمل اكس بلس واي، شوف السم بتاعهم كام؟ 0 بلس 4 ب 4، 1 بلس 3 ب 4، 2 بلس 2 ب 4، 3 بلس 1 ب 4. ايه ده على طول السم ما بينهم ب 4، يبقى الرول بتاعها اكس بلس واي ايكوال 4. ده الرول بتاعها. ماشي يا اولاد ده كده سريعا اللي احنا عايزين نقوله. طيب تعالى واحده كمان كده ناخد سوري التشوز الاول. تعالوا كده نشوف الكلام ده. على فكره ده المفروض الجزء اللي مكتوب عليه هوم ورك، بس احنا اتفقنا ان هيكون حتى في شيء تاني المفروض هو للهوم ورك. بيقول لي لو الاكس الاف اوف اكس ايكوال اكس بار 2 بلس 7، عايز اف اوف 3 شيل الاكس وحط مكانها 3، تبقى 3 بار 2 بلس 7. يطلع الكلام ده بكام؟ 3 بار 2 9، 9 بلس 7 ايكوال 16. يجي هنا بيقول لي ايه بقى؟ بصوا المسائل دي مهمه جدا يا ولاد. بص بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الاف اوف اكس ايكوال اي اكس بلس 6، ومديني معلومه كده على جنب ان الاف اوف 2 ب 2. بص بقى معناه ايه؟ بيقول لي اولا اف اوف اكس يعني اشيل الاكس، اف اوف 2 اشيل الاكس واحط مكانها 2، يعني ايه؟ تايمز 2 بلس 6. الكلام ده بقى لو انا حسبته يطلع بكام؟ المفروض يطلع لي ب 2، الاف اوف اكس كلها ب 2. اه دي بقت ايكويشن. طيب a تايمز 2 ايكوال 2a بلس 6 ايكوال 2، ودي دي هناك كده يعني 2a ايكوال 2 ماينس 6 اللي هي نيجاتيف 4. يعني ال a ايكوال نيجاتيف 4 ديفايد 2 ايكوال نيجاتيف 2. مهمة جدا جدا جدا. واحدة كمان. بص هنا بيقول لي ايه؟ ال f of x equal 4x plus b، دي ال f of x equal 4x plus b، وقايل لي ان ال f of 3 equal 15، شيل كده ال x وحط مكانها 3، ولا قايل لي كده f of 3 يبقى 4 times 3 plus b، العك ده هو قايل لي بكام؟ ب 15. 4 times 3 12
plus b equal 15. نودي 12. 12 plus كم يديني 15؟ أعمل 15 minus 12 تطلع بالسري. ماشي كده؟ يبقى ال b بالسري. طيب واحدة كمان. همسح كده الجزء ده. نمسح الجزء ده كده كله. اللي على جنب ده. طيب تعالوا بقى ما نبتدي. بيقول لي إيه هنا؟ if 2 and negative 6 belong to the set of the function f of x equal mx plus 6. عايز يعرف الm بكام. ومديني point. البوينت دي 2 ونيجاتيف 6. طيب بص يا مستر، مش اول رقم ده، ده الx وده الf of x او الy. طيب اشيل الx واحط 2. m times 2 plus سوري دي plus. انا ليه كاتب plus 6؟ هي plus 8. بلس 8 الكلام ده ايكوال كام؟ هو قايل لي بقى انه ايكوال كام؟ نيجاتيف 6. تاني انا شلت الاكس وحطيت مكانها 2 عشان هو مديني البوينت دي الاكس ودي الاف اوف اكس. يبقى ام تايمز 2 بلس 8 ايكوال نيجاتيف 6. ام تايمز 2 اللي هي 2 ام بلس 8 ايكوال نيجاتيف 6. نودي ال 8 هناك، يعني 2 ام ايكوال نيجاتيف 6 ماينس 8. يطلع الكلام ده بنيجاتيف 14. يعني ال m equal negative 14 divided 2 equal negative 7. ماشي كده؟ تعالى كده واحدة كمان. مديني هنا بيقول لي ايه؟ if the point a and a belong للfunction اللي اسمها f of x equal 2x minus 3. وبيقول لي عندي point اسمها a و a. يعني بيقول لي شيل ال x وحط مكانها a، يعني 2a minus 3. الكلام ده المفروض يطلع بكام؟ ب a برضو. ايه ده؟ طب ايه الهبل ده؟ تعالى كده يا مستر اما نشوف كده هيحصل ايه. 2 تايمز a اللي هي 2a minus 3 equal a. طب ما تيجي نخلي ال a كلها في ناحيه واحده، اخد ال a دي اوديها هنا كده، واخد ال 3 دي ارميها هنا كده. 2a minus a تروح لها ال a بالماينس equal، وادي ال 3 هناك. 2a minus a اللي هي ب a واحده equal 3. يعني ال a الواحده ب 3 يا ولد. ماشي كده؟ طيب ناخد حاجه كمان. امسح برضه معلش الكلام ده كده عشان بس يبقى في مكان نشتغل فيه. باين دي رخمه. ماشي اوكي. على كده لما تشوف هنا بيقول لي برضو نفس المساله، ال f of x equal 4x minus 6. عندي البوينت اسمها a و a. اشيل ال x واحط مكانها a، يعني 4 times a اللي هي 4a minus 6. الكلام ده هو اللي ايكوال كام؟ ايكوال a. طيب اخد ال a دي ارميها هناك، 4a minus a. قدم ال A دي وديتها هنا كده بالماينس، واخد ال 6 دي ارميها هناك كده بالبلس equal 6. 4A minus A equal 3A equal 6. نعمل 6 divide 3 يعني ال A ب 2. ماشي كده يا ولاد؟ يعني ال A ب 2. بيقول لي the set of images of the elements of the domain. الدومين بيتوصل لإيه؟ يعني بيتوصل للرينج. ال set of image، الايمج بتاع الدومين، يعني الدومين بتاعي بيبقى مكتوب هنا، الايمج بتاعته بتبقى فين؟ بتبقى هنا اللي هي الرينج. ماشي كده يا ولاد؟ طيب نيجي اللي بعده. بص كده هنا بيقول لي ايه؟ عندي بولينوميال فانكشن دي الديجري بتاعتها فورث اعلى حاجه، هنا الديجري بتاعتها ثيرد. هنا بيقول لي شيل الاكس وحط مكانها روت 2. اظن حسبناها دي كانت طلعت معانا بزيرو. بعدين هنا تعالوا اما نبص على دي بقى. بص بيقول لي ايه؟ f of x equal kx plus 8. وقايل لي ان ال f of 2 بزيرو، شيل ال x وحط 2. k times 2 plus 8. هو قايل لي ان الكلام ده بكام؟ بزيرو. يعني 2k مش 2 times k اللي هي 2k plus 8 equal 0. ارمي ال 8 دي هناك، يعني 2k equal negative 8. اعمل negative 8 divide 2 يعني k بنيجاتيف 4. ماشي كده يا ولاد؟ اللي هي النيجاتيف 4 دي. نيجي للمسائل بقى. تعالوا كده نبص على شويه المسائل دي. لو حاجه متكرره تاني انا هسكب دي. اظن متكرره، يعني اظن. تعالوا كده نشوف. يعني مبدئيا الاف اوف نيجاتيف 2، اشيل الاكس واحط نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 بار 2 ماينس، سوري انا كتبت ماينس اكس ليه، لا ماينس نيجاتيف 2 برضو. بعدين بلس 3 ونحسب كده الكلام ده. اظن هيطلع الكلام ده لان دي 4. نيجاتيف ونيجاتيف تبقى بلس 2. بلس 3 يطلع الكلام ده ب 9. بعدين نحسب ال f of 0، شيل ده حط 0 باور 2 ماينس 0 بلس 3 قلنا طلع 3. وبعدين ال f of 1 1 باور 2 ماينس 1 بلس 3 قلنا طلع الكلام ده برضه ب 3. كنا حليناها دي اظن في بدايه الفيديو.
هل دي حليناها ولا لا؟ تعالوا كده اما نشوف. بيقول لي ايه هنا؟ رايت ذا دومين. ايه الدومين يا اولاد؟ احنا حلينا حاجه شبهها اللي هي بتاعه الرول. الدومين هنا اللي هي الارقام الاولى اللي هي ال1 وال2 وال3 وال4 وال5. طب تعالى كده اما نبص على الرينج. الرينج يا اولاد اللي هي الارقام الثانيه اللي هي 3 وال5 وال7 وال9 وال11. طيب تعالى بقى اما نشوف الرول. ايه الرول بقى بتاع الكلام ده؟ ايه يا اولاد الريليشن ما بين الاثنين دول؟ بص هنا الصم بتاعهم يعني زي اللي احنا حلناه قبل كده. هنا الصم بتاعهم ب4، هنا الصم بتاعهم ب7. لا يا مستر دول مش زي بعض. طب لو عملت دول ماينس بعض يطلع 2، لو عملت دول ماينس بعض يطلع 3، لو عملت دول ماينس بعض يطلع 4، يطلع ايه ده؟ لا يا مستر. طب ايه الريليشن بقى اللي ما بينهم؟ دي رخمه شويه يا اولاد. بص بقى عشان تبقى عارف انا بعمل ايه، ايه الريليشن اللي انا بعملها. انا بمسك اول رقم بتاع الاكس ده بعمله تايمز 2، بعمل ده وبعدين بزود عليه واحد. يعني اعمل كده 1 تايمز 2 تطلع 2، 2 بلس 1 3. اعمل ده كده اول رقم تايمز 2، 2 تايمز 2 4 وزود عليه واحد تبقى 5. امسك ده كده 3 تايمز 2 6 زود عليه واحد يبقى 7، 4 تايمز 2 8 زود عليه واحد يبقى 9، 5 تايمز 2 10 زود عليه 1 يبقى 11. فانا بقوم عامل الاكس تايمز 2 2x بعدين بزود عليه 1 صح كده، يقوم مديني الواي 2x بلس 1 ايكوال الواي. وده الرول بتاعي. فهمنا كده يا اولاد الفكره في ايه؟ او اللي عايز يكتبها لي 2a بلس 1 ايكوال b، يعني عايز يكتبها ان ترمز اوف a وb برضه صح ماشي، بس يعرفني وير الاكس ده اللي هو مثلا الدومين والتاني اللي هو الرينج بتاعي. ماشي يا اولاد اظن بسيطه قوي. بس هي طبعا دي هل يا مستر انا على طول اجيبها يعني سهله كان حد يجيبها؟ لا دي طبعا بتيجي لانك شفتها قبل كده، نادرا يعني اما حد يبص كده عليها ويعرف الرول. طبعا في ناس موهوبه يعني ما شاء الله بالارقام والحاجات دي فبيعرفوا يجيبوها، انما طبيعي يعني انك تكون مش عارف حاجه زي دي. طيب هنا اظن دي حليناها قبل كده اللي هي الاف اوف 2 ايكوال اف اوف هاف، فهسكب المره دي. بقى اللي انا عايز اقوله يا اولاد في حاجه عايز برضو اقولها، سؤال كده اكسترا هو مش موجود في البوكلت بس هقوله ده اخر حاجه خالص عشان برضو تبقى واضحه لكم الفكره. ساعات يا اولاد بيجيب لي حاجه زي كده يقول لي مثلا اف اوف اكس ايكوال 2 اكس بلس 3 اكس باور 2، ويكتب لي حاجه اسمها جي اوف اكس ايكوال 4 اكس ماينس 1، ويقوم قايل لي انا عايز اعرف اف اوف 2 وجي اوف 2 وf of 1 وg of 0، عايز الاربع حاجات دول. طيب تعالى كده نمسكها واحده واحده. f of 2 في الفانكشن اللي اسمها f شيل الاكس وحط 2. تعالى كده نحسب الf of 2 في الفانكشن اللي اسمها f 2 تايمز 2 بعدين بلس 3 تايمز 2 باور 2. تحسب لي كده حضرتك الكلام ده 2 تايمز 2 4 بلس 2 باور 2 اللي هي 4، 4 تايمز 3 اللي هي 12، يعني يطلع الكلام ده ب 16. طيب جي اوف 2 بص بقى في الفانكشن اللي اسمها جي، شايف الفانكشن اسمها جي شيل الاكس وحط 2 تبقى 4 تايمز 2 ماينس 1. عرفت بدل 4 اكس ماينس 1 تبقى 4 تايمز 2 ماينس 1. اشتغل بقى هنا في الفانكشن اللي اسمها ايه؟ جي. يطلع الكلام ده بكام؟ 8 ماينس 1 تطلع ب 7. طب اف اوف 1 لا اف اوف 1 انا بتكلم في الفانكشن دي اللي هي اللي اسمها اف تبقى 2 تايمز سوري 2 تايمز 1 بقى 2 تايمز 1 اللي هي 2x بلس 3 تايمز 1 باور 2. نحسب كده الكلام ده يطلع ب 5. طب لو انا قلت جي اوف 0 في الفانكشن اللي اسمها جي شيل الاكس وحط 0 تبقى 4 تايمز 0 ماينس 1 ماينس 1 تطلع بنيجاتيف 1. اظن بسيطه قوي. ساعات على فكره يا اولاد مثلا يجيب لي حاجه كده مثلا يقول لي والله الاف اوف اكس ايكوال اكس بلس 2 والجي اوف اكس ايكوال مثلا 2 اكس باور 2 بلس 3، يقول لي فايند 2 اف اوف 2 ماينس 3 جي اوف 1. يلا دينا بنقلب مساله يجيب لي حاجه زي كده. واضح كده من المساله ان انا محتاج اعرف ايه الاف اوف 2 وايه الجي اوف 1 عشان ابتدي احل. تعالى كده نحضر الاف اوف 2 في الفانكشن اللي اسمها اف اشيل الاكس واحط 2 2 تايمز 2 2 بلس 2 سوري تطلع ب 4. خلي بالك انا ماليش دعوه بالطول اللي بره دلوقتي. بعدين احضر الجي اوف 1. تعالى كده نحضر الجي اوف 1 في الفانكشن اللي اسمها جي شيل الاكس واحط 1 2
x power 1 اللي هي 2 times 1 power sorry 2x power 2 plus 3 يطلع الكلام ده 5. بص بقى أنا دلوقتي عندي ال f of 2 وعندي g of 1. إيه بقى اللي هو عايزه؟ مستر أنا عايز 2 times f of 2 minus 3 times g of 1. أدي 2 times ال f of 2 أنا لسه مطلعها بكام؟ ب 4 minus 3 times g of 1 أنا لسه مطلع g of 1 بكام؟ ب 5. هو ده اللي هو عايزه. 2 times 4 اللي هي 8 minus 3 times 5 اللي هي 15. نحسب كده الكلام ده أظن يطلع ب negative 7 أظن ولا negative كام؟ negative 7 أظن. وبكده يا أولاد يبقى ده part 1 من الـ polynomial function. أظن الموضوع بسيط قوي بس محتاج حل كتير لأن فعلا سهل قوي تتلخبط في الليسون ده. وده كان introduction بسيط كده. إن شاء الله من أول الليسون الجاي نبتدي بقى نخش في الجد. يعني كل اللي احنا عمالين ناخده ده كلام سهل خالص ولعب عيال كده وايه ده الماس بقى سهل الماس بقى حلو. يعني مش عايز اخوفك طبعا بس ان شاء الله كل حاجه سهله بالمذاكره بس هتحس في يعني ستيب اب شويه في الديفيكولتي كده يعني سنه صغيره. ماشي يا اولاد فهنحتاج نكثف مذاكره شويه ويا ريت الكلام ده كده يتحل عليه. واي حد عنده اسئله او اي حاجه يعني يا ريت ما تترددش في انك تتواصل معي. مرسي يا اولاد واشوفكم ان شاء الله ان شاء الله في فيديو تاني. شكرا لكم.